السلام، انا معاد احبوش، مرحبا بكم في هذه الحلقه الثانيه. اللي ما شافش الحلقه الاولى يرجع يشوفها باش يفهم القصه ديال يوسف عليه السلام. خليناها في يوسف فاش داتو القافله لمصر. وصلت القافله اللي داتو لمصر، الوزير اللي مسؤول على الخزائن والفلوس عزيز مصر شاف يوسف وعجبه، شرى يوسف عليه السلام حيث دخل ليه القلبه. العزيز سول مراته زليخة، زليخة مرات العزيز ديال مصر، سولها قال لها كيف جاك الغلام، قالت ليه باينة عليه من أصل كريم، ما عمرني شفت شي عبد زوين بحاله. سيدنا يوسف احنا عارفين أنه كان فائق الجمال. العزيز قال لمرته شنو بان لك يبقى معانا ونربيوه ويولي ولد ديالنا. العزيز ومراته زليخة حسوا باللي يوسف عليه السلام عنده واحد الذكاء طالع، دونك قرروا أنهم يتفاهموا باش يرجع ولدهم علا وعسى ينفعهم شي نهار. تهلاو فيه بجوج، وكلوه وشربوه واعتنوا به وعلموا الله تفسير الرؤيا. وملي وصل 40 عام كان وصل، يعني أعطاه الله النبوة والعلم الكامل المكمول. سيدنا يوسف كان فائق الجمال وزوين بزاف. في رواية من الروايات ديال أهل السنة والجماعة أن يوسف أعطاه ربي نصف جمال سيدنا آدم. غيجي واحد النهار زليخة مرات العزيز لبسات أجمل لباس عندها، وجات في أحسن شكل وهيئة، جات في واحد اللوك زوين، وطلبت من يوسف باش يدير معاها الإتم. قال لها ما عاد الله، أنت مرات السيد اللي رباني وكرمني واعتنى بيا، ما غنديرش معك هادشي. رفض لها الطلب اللي بغات. بالصدفة العزيز قال للرجال ديولو بغيت نشوف مراتي زليخة فين هي، قالوا ليه غتكون في بيتها. العزيز قرر يمشي عندها البيت. العزيز دق الباب ديال البيت، واحد شوية خرجت زليخة وقالت ليه وهي كتبكي أنا هنا. قال ليها شنو وقع، قالت ليه زليخة يوسف حاول يتعدى عليا. العزيز دمصر تصدم، قالت لي حتى أنا بحالك مصطومة وما متيقاش، ولكن هاد الشي اللي وقع. نقز واحد من الخدام ديال العزيز قال لي خاصك تسمع حتى ليوسف، خاصك تشوف شنو تيقول في هاد القضية هادي. مرات العزيز غتنقز وتقول العزيز الجزاء ديال اللي بغي يعتدي على عائلتك خاص يكون السجن ولا يتعذب، يعني ياكل العصا. العزيز دمصر حضر سيدنا يوسف، قال لي شنو وقع، قال لي يوسف هي اللي راودتني على نفسي، والدليل جبدات فيا حتى تقطع لي القميص. فشهد شاهد من أهلها هو ولد عم زليخة اللي كان في المهد ديك الساعة. هذا الشيء حسب بزاف ديال الروايات، كان روايات كتقول أن واحد الرضيع تكلم، وبزاف ديال الروايات اللي الأصح هي أن ولد عمها اللي كان في المهد. فقال لهم هما كانوا كيتسابقوا للباب، إلا هي شداته من القميص، يعني دفعته من الصدر من قبل باش تهرب، فهي اللي عندها الصح ويوسف كذاب، حيث القميص تقطع من قبل يعني من القدام. أما إلا تقطع القميص من اللور فهذا كيعني أن يوسف كان كيحاول يجري ويوصل للباب وهي شاده، ودونك هي اللي قالت هي اللي كذبات وهو اللي قال الحقيقة. العزيز باش يتأكد حضر القميص وشافو تقطع من اللور، يعني عرف باللي هي اللي كذبات ويوسف عليه السلام قال الحقيقة. هنا العزيز غيقول مقولة شهيرة اللي باقي لدابا كنسمعوها، واللي هي أنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. العزيز قال سيدنا يوسف أنه يكتم هاد الشي، يكتم هاد الشي اللي وقع، ولكن غنشوفوا باللي هاد الشي راه شاعت الخبار ديالو في المدينة. العزيز قال لمراته زليخة استغفر الله، راك خطأتي واحد الخطأ كبير. وهكا مشات ايام، واحد المجموعة ديال العيالات ساقوا الخبار ديال القضية ديال يوسف ومرات العزيز، تجمعوا في المدينة وكيتحدثوا، وقالوا بيناتهم مرات العزيز كتحاول تجذب الغلام ديالها وتراودوا على نفسه، الغلام قصدوا به يوسف عليه السلام. فقالوا راه كتبغي بزاف، هادشي اللي كيبان لينا، هاد الطريق اللي غاديه فيها مرات العزيز طريق غالطه، وبهاد الفعايل هادو راه غاديه للهاويه. مرات العزيز ساقت الخبر لهاد الهضره هادي اللي قالوا عليها دوك النسوة العيالات اللي في المدينه، فصفطت لهم باش يزوروها في القصر. زاروها في القصر
عطات ليهم واحد المتكأ، يعني واحد الوسايد فين يتكاو. زليخة ساقت الخبار على الهضره اللي قالوا فيها دوك النسوة، فصفطت ليهم باش يجيو يزوروها للقصر، وجدت ليهم متكأ يعني واحد الوسايد فين يتكاو، جابت ليهم الماكلة، عطات لكل وحدة فيهم موس باش يقطعوا ديك الماكلة، وقالت ليهم تسناو واحد شوية. فجأتهم وقالت ليوسف خرج عليهم، فشافوه تبهروا به، جاهم بحال شي ملاك من الدرجة ديال الجمال ديالو. فاش كانوا كيقطعوا الماكلة تجرحوا من كثرة الدهشة اللي جاتهم، ما جاهمش من الجنس البشري، جاهم بحال شي ملاك من الملائكة، وهذا الشيء اللي ذكرنا من قبل. فسيدنا يوسف كان فائق الجمال. فهاد اللحظة هادي قالت ليهم زليخة مرات العزيز، هذا هو اللي لمتوني عليه ملي تفتنت به، وطلبته وحاولت نغريه وما بغاش، وفي المستقبل الى ما بغاش يدير داك الشيء اللي طلبت منه واللي باغا منه، غندخلو للحبس يولي مدلول. سيدنا يوسف غيتعود بالله من هاد الشيء اللي قالت امرأة العزيز وصحاباتها، وغيدعي الله ويقول ليه ربي الحبس حسن من انني نرتكب الفاحشه. الفاحشه اللي كيطلبوا مني نديرها انا ما غنديرهاش، ولا ما بغيتيش المكر ديالهم ما بعدتيش مني، يعني المكر ديالهم الا ما بعدتيش مني بدل لي الميل ونكون من السفهاء اللي كيرتكبوا الفاحشه. الله سبحانه وتعالى استجب ليوسف وبعد عليه المكر ديال زليخه والنسوه صحاباتها، فالله سمع الدعاء ديال يوسف ونجاه من ارتكاب المعصية. العزيز دمصر في هاد الوقيتة هو وصحابه بان لهم البلان انهم يسجنوا يوسف باش ما تكبرش الفضيحة في المدينة، حيث الخبر ديال يوسف وزليخة بدات كتنتشر في المدينة وما عرفوش شكون الغالط. فباش العزيز يبين مراته على حق سجن يوسف. فاش دخل يوسف للحبس دخلوا معاه واحد جوج ديال الفتيان. فدازت ايام وجات ايام، والفتيان اللي كانوا مع يوسف عليه السلام في الحبس حلموا واحد الحلمه، كل واحد فيهم شاف منامه. واحد من هاد الفتيان بغى يحكي على المنامه اللي شاف، قال لهم انا في المنام حلمت براسي كنعصر في العنب باش يولي بحال الخمر يعني الشراب. والشخص الاخر اللي كان مع يوسف في الحبس قال ليه انا حلمت هاز فوق راسي الخبز وكتاكل طيور منه. وحيت يوسف قال ليهم من قبل باللي ربي عطاه الميزة باش يعرف أي رؤية، قالوا ليه فسر لينا هاد الرؤية اللي شفنا، هاد المنامة اللي شفنا حتى واحد ما يقدر يفسرها من غيرك، وحنا عارفين عليك أنك من أحسن الناس اللي كيعبدوا الله وكيعاملوا الخلق ديالو بشكل زوين. قال ليهم يوسف عليه السلام أي رزق جاكم في أي حال من الأحوال غنقولوا لكم قبل ما يجيكم، غنعبر لكم من داكشي اللي علمني الله، انا امنت به وكنعبدو وبعدت على الدين ديال القوم اللي ما كيامنوش بالله عز وجل وكيامنوا غير بالالهه اللي كيعبدو وما كيامنوش بالاخره ويوم الحساب، وتبعت الدين ديال الاباء ديالي يعقوب واسحاق وابراهيم عليهم السلام، وعبدت الله وحده لا شريك له، تبعت التوحيد بافراد الله في العباده من النعم اللي عطانا وعطى الناس اجمعين، ولكن الاغلبيه ما كيشكروش الله على النعمه ديال التوحيد والايمان. يوسف دابا غيسول دوك الجوج اللي كانوا معاه في الحبس، دوك الجوج الفتيان، غيسولهم ويقول لهم اما احسن وخير عباده الالهه بزاف ديال الالهه واللي خلقهم غير الانسان، ولا عباده الله الواحد القهار. قال لهم يوسف دوك اللي كتعبدوا من غير الله راه غير اسماء بلا معنى، رديتوها نتوما وأباءكم وجدودكم أرباب بسبب الجهل والضلالة اللي انتم فيها. الآلهة اللي ما نزل عليها الله حتى حجة أو برهان، الله تعالى هو اللي عنده حق الحكم وحده لا شريك له، خاصكم تخضعوا ليه وتعبدوه وحده، وهذا هو الدين الصحيح اللي ما فيهش غلط، ولكن الناس ما عارفينش هاد الشي وما عارفينش حقيقته. هنا غنكونوا سالينا الحلقة الثانية، شكرا بزاف لكم على الاستماع، كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الحلقة هادي، قصة ديال يوسف اللي زوينة بزاف. شكرا بزاف، إلى اللقاء. قبل ما نقول إلى اللقاء ما تنساوش تابوناو عندي فلاشين، وما تنساوش ديرو ابوني للانستغرام. شكرا بزاف خوتي، إلى اللقاء.